المولودية العلمة من كسب نقاط مباراتها أمام شبيب تصورة واكتفت بالتعادل الذي أبقاها في المرتبة ما قبل الأخيرة. المولودية سيطرت بالكامل على أطوار الشوط الأول، ورغم كثرة الفرص وتعددها إلا أنها لم تستغل بشكل إيجابي من قبل المحليين. فكورت شنيحي جانبة القائم وفارس حميتي أخفق أمام براعة حارس الصورة ورأسية تمبينجي بين أحضان الحارس لتنتهي المرحلة الأولى بدون أهداف. تغييرات مدرب مولودية العلمة في الشوط الثاني لم تأتي بالجديد، حيث غابت الحلول الفردية والجماعية أمام دفاع الصورة القوي والمنظم. على إثر هذه اللقطة طالب عادل معيزة بركلة جزاء أمام الحاكم فاروق حوسنية الذي أدار اللقاء باقتدار وامتياز. البديل همامي ضيع أخطر فرصة في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة، وبذلك أبقى على نتيجة التعادل الذي لم يكن في صالح مولودية العلمة في انتظار المباراتين المتبقيتين.